السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين وأسعد الله أوقاتكم بكل خير عاجل القبض على شابين ظهرا بشكل مخل مع فتيات وإلى التفاصيل ألقت الأجهزة الأمنية في العاصمة صنعاء القبض على شابين بعد ساعات من ظهورهما بشكل مخل في مقطع مصور مع فتيات وانتشر فيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لشابين يؤديا أغنية يؤديا أغنية مع فتيات على متن إحدى السيارات وسط مضاربات بسرعة القبض عليهما. وأكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تعرفت على الشابين وتم القبض عليهما ويجري التحقيق معهما كما تم التوصل إلى فتيات اللواتي ظهرن في سيارة ويجري التحقيق معهن وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بأي مظاهر تسيء لأخلاق المجتمع اليمني طبعا المقطع هذا انتشر في جميع وسائل التواصل الاجتماعي لذلك سوف أقوم بنشره لكم هنا وهو مقطع لا, ي... لا يعني لا ينبغي السكوت عنه هؤلاء شلة فارغة وهدفهم هو نشر الفاحشة بين الناس ويجب إيقافهم يجب على الدولة أن تقوم بإيقافهم والحكم عليهم بالعقوبة المستحقة شرعا وقانونا فتابعوا